السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل الإعلام البلجيكي بسبب اللعب دولي الجزائر عمورة. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن يواصل نجم المنتخب الوطني الجزائري محمد أمين عمورة الحدث، وهذا بعد تألقه الكبير مع فريقه البلجيكي سجل الواسع. وخرج موقع دي مورغان البلجيكي عن المهاجم الجزائري محمد أمين عمورة ووصفه بأنه صاروخ الاتحاد بسبب سرعته الكبيرة. ووفقا للموقع، يعتبر عمورة أحد أسرع اللاعبين في أوروبا، حيث بلغت سرعته القصوى بين 36.5 و37 كيلومترا في الساعة، متوفقا على إيرلينغ هالاند. وأشار الموقع ذاته إلى أن لاعب المنتخب الوطني الجزائري يمتلك قوة انفجارية في الأمتار الأولى، والأرقام تثبت هذا الأمر. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.